قاطع بزاف ديال الحوايج وهاد الجمعيه راه الهدف ديالها ما كاينش فيها هذا الاخلاق وشي حاجه راه نديرها بالذات الهدف ديالها هو تمرير الشباب عند بغينا كامل نخدمو نتعاون باش نخرجوا من هنا واحد صاحبي ولا واحد راه كيروينو ولا شي حاجه هذا راه صالح الناس الكبار كانوا بها هضروا دابا الكبار اللي مثلا تدخنوا ولدي اللي تخطروا بالصحه ديالهم وكل شيء يعني جاوا وبغاو يوصلوا هذه الرساله بحال التدخين ما فيهش واحد حاجه خايبه منفعة فهم وراه لاحظت واحد الملاحظه هنا راه واعيين تبارك الله مزيان ولكن خصنا نطبقوا هذا الوعي ماشي انه راه كذا راه خايب وهدايا ومن خرج راه قال روك مي راه يحكي راه كيلون علينا فهمت صاحبك اللي يقول لك دخلها وما غاديش نخدمها غادي يديرها في الراس انسان يسمع لي كيما يقولوا لي نبكي يبكيك ماشي كيضحكك راه يضحك عليك هذا خاصك ديال الاعتراض تكون شخصيه انا الشخصيه كتبع خاصك تحكم في نفسك وانا راني مغني نورمالمون كميه وشراب ومسائل كنشوف مسائل خايبه ملي كندخل كنغني باش حاجه كنحاول ما يمكن نبعد على هاد الحوايج فهمت ماشي ضروري خصني قدام الجمهور باش نشرب باش نتفاهم مع الاخر فهاد الشيء راه ماشي مهم الحمد لله، بغينا نهضروا على الشهامة والشخصية.